ما حسيناش غير انه في نار وشغلات صارت تنزل علينا، وما صرنا ندور على بعض، وكان الدنيا طفت الكهرباء فجأة وبطلنا نشايف بعض، وبس الإزاز كان ينزل على وجوهنا. مش عارفة كيف أوصف لك، مش ضربك، مش عارفين ايش اللي كيف طلعنا، احنا مش عارفة، مش عارفة كيف طلعنا. يا حبيبي ايش صار في المعمداني؟ ايش صار في المعمداني؟ مجازر ما حصلتش في تاريخ القضية الفلسطينية. ايه بالكلام اللي بصير؟ الصحافة تقول له بايدن، تقول له الكلام هذا، كيف بصير ارهاب في غزة وانت على مسمى عمر على العالم رعاياك موجودين في غزة ما كلمناهم.